هاي أبنائي من الطلبة والزملاء، أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. لكني عاوز أقول حاجة الأول، مقدمة لابد منها. أولا أنا أشكركم على حسن استجابتكم الحقيقة، اللي يعني فاقت توقعي في ما نشرت أخيرا على صفحتي، والحقيقة هي لمستني من الأعماق. لأن بينما ناس قالوا إن يعني قد لا تروق الفكرة البعض، فأنا لاحظت إنها وصلت لعدد حوالي 290 ألف شخص، وأبدى إعجابه بها أكثر من 10,000 شخص، يمكن 11,000، وكتب تعليق أكثر من 2500، وشارك آخرين أكثر من 1500. فدي مقدمة لابد منها إن أنا أشكركم، لاني انا فكره البث الحي كان ممكن اسجلها واحطها على اليوتيوب، بس دي بتشبهني زي ما الواحد يشوف مباراه مسجله عارف نتيجتها مسبقه. الحاجه اللي هي حيه بتبقى اكثر قبولا. ثانيا، انه من دواعي سروري ان ابتدي معاكم النهارده، وده يوم عزيز عليا جدا، وهو يوم السادس من اكتوبر وهو من النصر، فهو تحية إجلال وتقدير الحقيقة لكل من شارك في هذه المعركة. والحقيقة كنت أنا واحد من اللي شرفوا بذلك في الاشتراك، وما كنت نائب في القصر يعني. وطبعا تحية أكبر للمصابين، أما التحية الكبرى فلكل الشهداء. وأسأل الله أن يعني يلهمهم جميعا فسيح، ويسكنهم جميعا فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. دي كانت مقدمة لابد منها. وعلى فكرة أنا عارف أنه ممكن يبقى فيه بسبب مشاكل الإنترنت في مصر شوية صعوبات، وعشان كده أنا آثرت أن أنا هبقى أسيب الفيديو لفترة عشان الناس تقدر تعيده لو فات منها حاجة. نمرة 2، أن أعدته فيها فايدة تاني، أن أنا أفتكر في الزمن اللي كنت بدي فيه محاضرات في القصر العيني، وكنت بدي مجموعات تقوية، فكنت بلاحظ الأوائل بيحضروا تاني في مجموعات تقوية الأوائل، واسألهم ليه، فكانوا بيجابوني إجابة لطيفة جدا، بيقولوا احنا بنسمعك مرتين بنبقى محتاجين very minimal time لمراجعة الأشياء، فعشان كده احنا بنحب نسمعك مرتين. فيمكن دي حتى اللي مش هيحصل عنده مشاكل في البث وهيبقى كويس يسمع تاني. هسيب الفيديو بضع أيام. تعالوا بقى دلوقتي نتفق على خطة العمل. 1، أي حاجة جديدة يا أولاد بيبقى فيها صعوبة نسبية في البداية. أما تفكرش من أول مرة هتلاقي روحك مستوعب 100%، أما تلاقي روحك مستوعب 60-70 I promise you أنه within 2 weeks هتستوعب كويس جدا، فترة لا تزيد عن 2 weeks. والحقيقة كل ما أعدكم بيه أن تبقى المقابلات بتاعتنا دي ممتعة، يعني نتمتع بيها ومثيرة وتحب تشوفها. ليه بقى؟ لأن احنا مش هنشرح الشرح التقليدي، طبعا هنقول كل حاجة بالصورة المطلوبة، بس هنحاول نستخدم يعني خاصيتين ادهم لنا ربنا. ان احنا ايه بنفرق عن بقية الدواب؟ ان احنا we are thinker، يعني بنقدر نفكر، وعندنا مقدرة الإيماجينيشن، دي ربنا ما ادهاش لسائر الدواب، ادها لنا احنا، فاحنا لازم نستخدمها، أدوات عندنا، ودي بتخلي الموضوع ممتع، إنك تبقى فاهم وقادر على التخيل. تاني نقطة أحب أقولها لكم، إنه مفيش حاجة اسمها واحد يقعد يسمع محاضرة بدون فيدباك، عشان كده قبل كل محاضرة، بدءا من المحاضرة القادمة بإذن الله، هحط لكم 5 أسئلة MSQ، وهدي لك 5 دقايق تحلهم وهعلن الحل. ودي أنا اتعلمتها على فكرة في الجامعات الأمريكية، وهم يعني اساتذه في سبل التعليم الصحيح. فهيبقى فيه 5 أسئلة MSQ. انا طول عمري بقول ان ال5 أسئلة دول وال5 دقايق دي هي اهم جزء، اهم من ايفن الشرح، لانه بدون فيدباك، بدون ما نعرف فهمت ايه عرفت ايه، ملهاش قيمه. وانا هنقي لك الاسئله الاصعب لسببين. 1، ان لما نتمرن على الصعب هنحل الصعب والسهل، العكس ليس صحيح. 2، لضمان انك انت في حالة متابعة مستمرة. طيب تالت نقطة احب اقولها، احب يتواجد قصادك الدياجرامز اللي تحصل عليه سواء من اليوتيوب او من اي مكان، ده هيسهلك اكتر. وان كان انا عامل شوية دياجرامز
يعني أتمنى هتفيدكم بإذن الله. نمرة 4، عاوز الطالب يركز في اللي بقوله وما يكتبش غير حاجتين بس، يكتب الأسئلة، ده سؤال MCQ، ده سؤال شفوي، ده سؤال نظري، ومعاني الكلمات، لأن في كلمات صعبة. بعد أسبوعين زي ما قلت لك معظم الميديكال تيرمز هتبقى عارفها كويس قوي. دي واحدة. خامس نقطة أحب أقولها لك، هيكون عندنا تملي فقرة المعلومات العامة. ليه؟ مش بس عشان يعني المونوتوني اللي هو الرتابة نكسرها، لا، مهم إن يبقى عندك معلومات في حاجة غير الموضوع اللي بنقوله. ده أنا عاوز أقول لك حاجة، دي برضو تعلمناها في الجامعات هنا، في حاجة اسمها ميجور، حضرتك بتدرس طب بس لازم تدرس حاجات تانية جنبها. ده أنا أقول لك حاجة لطيفة قوي، في الـ يعني تعريف الماتيور بيرسوناليتي، الشخص الناضج، في 4 حاجات هبشرحها لكم في السيكولوجي في مرحلة لاحقة عليكم سيكولوجي بعد كده. واحدة منهم المالتيبل انترست، يعني لو الطالب كل همه في مذاكرته بس، زميل فاضل كل همه في شرح المحاضرة بس، ده يبقى شخص غير ناضج، غير طبيعي. فلازم عندك معلومات في حاجات تانية. ده أنا عاوز أقول حاجة، القراءة دي حاجة مفيدة جدا، يعني تبقى عندك معلومات أخرى بتوسع مداركك. ده أنا عاوز أقول لك، لما هنا بيجوا يختاروا رئيس في شركة معينة كبيرة، عارف ايه اكتر حاجه بيدوروا فيه؟ مكتبته فيها ايه؟ ارى ايه عددا ونوعا. ويؤسفني ان في بلادنا العربيه فيما خلا العراق متوسط المتعلمين، ما بتكلمش حتى الجهل، ما بيقروش خالص، يقروا كتاب واحد في السنه او اقل من كتاب لما قسمناه. بينما في الغرب هنا عندنا بيقروا عشرات الكتب في السنه. طب دي الحاجه العلميه، يعني ان عاوزين هما يبقى رئيس الشركة ده رجل داهية، مش يوديها في داهية، داهية مش في داهية، يبقى عنده معلومات. طيب أنا أقول لك حاجة تاني، ده على فكرة حاجة عقائدية عندنا. أنت ما تبص في القرآن في أول الصور اللي هي العلق بيقول لك اقرأ باسم ربك، يعني دعوة للقراءة. في الإنجيل، في المسيحية، في إنجيل يوحنا يقول لك فتشوا الكتب، يعني دعوة إلهية أن لازم الواحد يعرف أكثر، مش يلتزم بحاجات معينة. فده اللي أنا عاوز يعني نركز فيه، أن هنعمل الخمس حاجات اللي قلناهم زي ما قلت لك، في صعوبة نسبية نقولها بسرعة الأول لمدة أسبوعين مش أكتر. عاوز هنعمل 5 أسئلة بليز شارك فيها وهقول الإجابات، ودي نفسك نمرة تشالنج بينك وبين نفسك. ما احنا في المحاضرات هنا ما بنقول إجابات الأسئلة ما بنعرفش كل طالب عمل إيه، ده حاجة هو يعرف نفسه. نمرة 3، حط قصادك دياجرام أو ورقة أو قلم عشان تكتب لي الأسئلة المهمة ومعاني الكلمات، هتفتكر إيه ولا إيه؟ تقعد تدور عليهم مش هتعرف. نمرة 4، إن أنا بقول لك إنه أحب إنه نعمل فقرة معلومات عامة، وأحب إنك أنت لو عندك أسئلة بليز ما تبعتها ليش في أثناء المحاضرة، ابعتها بعد كده عشان ما نعملش انتربشن. دي كانت مقدمة لابد منها. المرة الجاية في نفس هذا التوقيت بإذن الله يوم الثلاثاء هناخد المادة الأصعب وهي الأوتونومي. أنا اخترت وعارف إن أول حاجة في البلاد أول محاضرة دي بتبقى أسهل قليلا، وهي اتس ا جود انترودكشن. فإحنا يا أولاد هنبتدي دلوقتي بالبلاد، وزي ما بقول إن رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة واحدة، فتعالوا نبدأ الخطوة الأولى وهو البلاد. طيب تعالى نبتدي بأول حاجة الـ functions of blood. الـ blood له 4 وظائف. الوظيفة الأولى اللي هي transport والنقل. طبعا الـ blood بينقل أكسجين ويجيب ثاني أكسيد الكربون كربون دايكسايد، بيودي النيوترينتس المواد الغذائية ويجيب الويست برودكتس، بيوزع الهيت على الجسم كله، بيوزع الهرمونز. يبقى دي أول وظيفة وهي transport. نمرة 2، الديفنس. البلد has got a defensive function. في حاجتين في البلد بيعملوا ديفنس، الوايت بلد سيلز كرات الدم البيضاء، ونمرة 2 الانتي بوديز، ودي مهمة جدا للديفنس. لو الاثنين دول قالوا تبقى كارثة، يبقى اي انفكشن حتى الميكروبات اللي عندنا ممكن تغزونا او تقضي علينا. ثالث ورابع وظيفة عاوز اخدهم مع بعض بقى، لاني زي ما بقول وهقول لكم في شويه حاجات هنعيدها كذا مره في البدايه لحد ما ناخد على بعض.
ان اي كورس ما هواش ريليتد للمفروض تعرف ايه وتحصل ايه والامتحان ايه يبقى ضرب من ضروب التهريج. فاحنا عندنا دلوقتي معظم الاسئله ام اس كيو عندنا في البلاد العربيه، هنا ما فيش غير ام اس كيو، ما فيش نظري خالص. الام اس كيو ده ليه 10 ل 12 طريقه معينه لازم تبقى متوقعه عارفها. هنا هيبان اول طريقه في الوظيفه الثالثه والرابعه. الوظيفه الثالثه بتقول هيموستيزيس والرابعه بتقول هوميوستيزيس. لاحظ التشابه في كلمة ستيزيس اللي معناها تثبيت أو توقيف، فيبقى الفرق في البريفكس في المقطع الأول. هل هو بيقول هيموستيزيس ولا هوميوستيزيس؟ لو بنقول هيموستيزيس اللي هي نمرة ثلاثة، الهيموستيزيس هنا هيم في اللغة، وهنا برضه عاوز أقول لكم حاجة هديكوا ترمينولوجي يكفيكوا the rest of your life. هيم في اللغة معناها حديد، ده المعنى الحرفي، لكن لو خدنا المعنى الحقيقي المشتق ده هنستخدمها بمعنى دم. طب ليه؟ لانه 70% من الحديد في الجسم موجود في الهيموجلوبين يعني في الدم. فلما اقول هيموستيزيس معناها ان انا اوقف الدم، stoppage of bleeding ده معنى كلمه هيموستيزيس، وده موضوع هناخده كامل. طب الوظيفه الرابعه هوميوستيزيس، لاحظ ده جاي من كلمة هوم، هوم يعني ماسكة. حتى أنا رسم لك رسمة طفولية هتطلق أهو سمكة لو شايفها، وبقول تملي الجملة كما تعيش السمكة في الماء تعيش الخلايا في الماء في الاكسسوار فلويد. فما أقول أنا عاوز أثبت البيت يبقى أنا عاوز أثبت الاكسترا سيلور فلويد بتاع اللي عايشة في سطح الخلايا، لازم أثبتها، اثبت سبع حاجات فيها مش عاوزك تحفظه، انما انا هقولهم لك. اثبت البي اتش، اثبت الاوزموتيك بريشر، اثبت الفوليوم، اثبت الحراره، اثبت المواد الغذائيه، اثبت الغازات، اثبت المينرالز. فيبقى هوميوستيزيس لما نيجي الانجليش نقولها to keep the internal environment constant. طب ماذا نعني بالانترنال انفايرمنت؟ الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى ممكن اقول تو كيب ذا انترنال انفايرمنت او تو كيب ذا اكسترا سيلولار فلويد كونست. كده يبقى حضرتك قلت نص التعريف وسبت النص الاهم. ليه؟ افرض ان انا هثبت الحراره عند درجه 40 تبقى عاليه قوي، 43 يحصل ديناتوريشن انسان يموت. يبقى لازم انا اثبت الحراره في الوضع الامثل، البي اتش في الوضع الامثل. عشان كده تعريف الهوميوستيزيس لازم تقول كلمتين، to keep the internal environment اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد كونستانت، تكملها بقى for optimum function of cells، او نقولها بعربيتنا تثبيت المسكن في الوضع الامثل، تثبيت المسكن في الوضع الامثل. to keep مين المسكن؟ قلت كما تقتل السمكة في الماء تقتل الخلايا وتعيش في الاكسترا فلويد. يبقى تو كيب ذا اكسترا فلويد اللي هو الانترنال انفايرمنت كونستنت، كده غلط، فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. دي كانت اول صفحه ليها الفانكشن بلاد، نتفاهم مع بعض. اهم حاجه في الدنيا يا اولاد هو الوقت، مفتدين الوقت. عملوا كتاب على اهم 500 شخص في العالم اللي هم الاكثر نجاحا وثراء. عارفين ايه اهم حاجه تميزهم؟ ان هم مانجمنت اوف تايم، تايم مانجمنت، اداره الوقت، ما يضيعوش وقتهم في كلام فارغ. ان حضرتك تقعد تفتكر روحك في ثانوي وتحفظ لي الصفحه دي تاني واللي انا قلته ده تحاول تحفظه، يو ار ويستنج يور تايم، ملوش اي قيمه. ده الفهرس بتاع البلاد، ده الموضوعات اللي هنتكلم فيه. لا عمر هيجي سؤال من هذا القبيل، هذه الصفحه فيها سؤال واحد واحد مالتيبل تشويس عاوزك تعرفه، وده أول نوع في الإم سي كيو، إنه يجيب لك كلمات متشابهة. ما معنى هيمو وما معنى هوميوستيزيس؟ هيموستيزيس ستوبج بليدنج، هوميوستيزيس تو كيب ذا هوم، الهوم اللي هو مين؟ الانترنال انفايرمنت، الاكسترا سيلولار فلويد كونستنت، كده غلط فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. يبقى في الصفحة دي حضرتك
وتدير وقتك صح والكورس طويل جدا وعندك مواد كثيرة جدا، تقول انا عاوز اعرف في هذه الصفحة الدكتور ناجي قال لي حاجة واحدة بس، هتيجي ام اس كيو مفيش غيرها، ما الفرق بين كلمة هيموستيزيس وهوميوستيزيس؟ البريفكس المقطع الاولاني هو اللي بيقول لك هيم يعني دم، تثبيت الدم يعني ستوبج بليدنج، انما هوميوستيزيس تثبيت المسكن، تقي المسكن اللي هو مين؟ اللي هو الانترنال انفايرمنت، اللي هو الاكسترسيال فلويد كونستنت، كملها فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز، مش بنثبت عن اي نقطه. تمبرتشر عن 37، بي اتش عن 7.4 عن سو اون. هننتقل للصفحه الثانيه باذن الله. كومبوزيشن اوف بلاد. البلاد يا اولاد بيمثل 8% من البادي ويت. برضه في حديث الارقام رقم ملوش اي قيمه ولا عمر حد يسال، بنقولها بس عشان تفيل ساتسفايد ان احنا قلناه. هذا البلاد هو عباره عن نسيج سائل، البلاد نسيج سائل يعني فلويد تيشو، هو نوع من انواع الانسجه الضامه الكونكتيف تيشو، بس يتميز بان الخلايا عايمه في ميه، عايمه في بلازما. اذا هو يتكون من شقين، بلازما تمثل 55%، وبعدين اهي موجوده عندك فوق، وسيلز تمثل 45%، 45% سيلز. هتقول لي انهي رقم فيهم مهم في الام اس كيو؟ ده تاني سؤال في الام اس كيو. سيلز، انك تعرف سيلز تمثل 45%، ده دي بنسميها بعد كده هيماتوكريت فاليو، يعني فاليو يعني قيمه، وهيماتوكريت يعني دم، قيمه الدم. قيمة الدم في كم يحتوي من الخلايا، النسبة المئوية للخلايا مش في المية. حتى المثل العام يا أولاد بيقول الدم عمره ما يبقى مية. يعني الرقم المهم هنا اللي هتسأل فيه وهيجيني في الام اس كيو، السيلز لابد تشكل كام في المية؟ تشكل 45%. طبعا معظمها اريثروسايتس اللي هي ريد بلاد سيلز اللي هي كرات دم حمراء، وبرضه قلت اعلمكم ترمينولوجي. في اللغة إريثرو يعني أحمر، تكتبها، وسايت يعني خلايا، خلايا حمر. لما الواحد إيده بيجي فيها يعني عبارة عن حتة حمراء يقول عنده إريثيما، يبقى إريثرو يعني أحمر، إريثرو سايتس خلايا حمر، ودي الأكثر، دي المعظم، يعني 45% دول معظمهم إريثرو سايتس. عدد قليل جدا ليوكو سايتس، ليوكو يعني أبيض، الخلايا البيضاء، وعدد قليل اسمه ثرومبو سايتس، اللي هو ثرومبو يعني جلطه، ثرومبوسايتس خلايا الجلطه اللي هي الصفائح، لان لا يمكن تحصل جلطه بدون صفائح. اذا في كل المنطقه دي عاوزك تعرف حاجه واحده، ان السيلز تمثل 45%. البلازما وان كان مفهوم انها يعني بالاكسكلوجن 55، لكن الرقم ده ما بنسالش فيه. طب تعالى عندي ثلاث انواع من السيلز حتى التوازن يخلي الواحد يفتكر اكتر. ثلاث انواع من السيلز، والبلازما فيها ثلاث حاجات اللي هم الاحوال الثلاثه للماده، ميه وصلب وغاز، ووتر سوليدز اند جاس. يبقى دول ثلاثه ودول ثلاثه، اوعى تحفظ الكلام انا بنظمها لك بس عشان تنبسط، تحس ان الموضوع سهل منظم. لحد دلوقتي قلنا عندنا سؤال واحد 45%. الووتر تمثل من البلازما 90%، السوليدز 10%، والجاسز نسبه لا تذكر. نمسك السوليدز. السوليدز عندي الثلاث حاجات اللي مكتوبين قصادك الثلاثه دول بثلاث اسئله في الام اس كيو. اهم حاجه هي البلازما بروتينز، 7 جرام بيرسنت نسبه البروتينات في البلازما، وده موضوعنا النهارده البلازما بروتين، 7 جرام بيرسنت، 7 جرام بيرسنت. اقول لك حاجه عشان تفتكر رقم، ساعات الواحد بيفتكر اتقال ازاي، الدكتور ناجي قالها ازاي. رقم 7 ده رقم كرمه الخالق، السماوات السبعة، أيام الأسبوع حتى 7، إحنا حتى انطبعنا بتكريم الخالق فبقينا نقول عجائب الدنيا السبعة. معايا؟ برغم إنهم 8 دلوقتي الأهرام رفضوا يدخلوها الناس تستفتي عليها، فبقوا الناس تختار 7 ومعاهم الأهرامات، هبقى أحكي القصة دي في أوانيها بالتفصيل. 7 جرام. واحد يقول لي يجي السؤال إزاي؟ خد بالك بقى ده تاني نوع في الإم إس كيو. يبقى أول نوع بيجيب لي الكلمات المتشابهة، هيموستيزيس ولا هوميوستيزيس. تاني حاجة يجيب لي الرقم، الأرقام. أقول لك حاجة لا أذيع سرا،
عمره ما بيغير رقم. عارف ان كل الناس عارفه البلازما بروتين 7، ركز في التمييز، جرام مش ملي جرام. واقول لك ليه، كل الحاجات في البلد تقريبا بالملي جرام ما عدا اثنين. ركز معايا، بلازما بروتينز والهيموجلوبين بالجرام. اول ما يجي لك سؤال عن قيمه البلازما بروتين او قيمه الهيموجلوبين، انا بقول لك من دلوقتي هو مش هيلعب في الرقم، عارف انك حافظ الرقم 7 هيكتبها لك ملي جرام، غلط، لازم تبقى جرام. اظن عارف ان الجرام 1000 ملي جرام. ده اول سؤال هنا. تاني سؤال، الليبيدز اللي موجوده في الدم موجوده از لايبوبروتينز، يعني ليبيد متشال على بروتين. حتى عندنا نوعين في اللايبوبروتين، هسبق الاحداث شويه، مش عليك دلوقتي ولا مكتوب، هو ده الكوليسترول يا اولاد. في عندنا هاي دنسيتي ده التركيز عالي، ولو دنسيتي ده التركيز واطي. حتى هنا انا اقولها للناس ان احنا الهاي دنسيتي ده نسموه الجود كوليسترول، الكوليسترول الحلو. اللو كوليسترول ده الباد كوليسترول. وعشان تفتكرها بطريقه فاني شويه، احنا نحب العالي عالي والواطي يفضل واطي طول عمره واطي. فاحنا عاوزين الهاي يبقى هاي وعاوزين اللو يبقى لو، ولكن ده كلام سابق لوقته وهيقوله لكم في البايوكيمستري. السؤال دلوقتي اللي انا عاوز اقوله، وده سؤال عندي في الام اس كيو في الفسيولوجي، هو ليه الليبيد مش موجوده اس فري ليبيدز؟ ليه متشال على بروتين؟ تخيل، هل الزيت بيدوب في الميه؟ طبعا لا. يبقى لو حطيت ليبيد از ايز كده مش هتبقى دايبه، يبقى هتترسب في جدران الشرايين وتديني اخطر مرض اللي هو تصلب الشرايين، وبالتالي تبعياته بقى جلطه في القلب وجلطه في المخ ونزيف في المخ. واقول لك معلومه فقط المعلومات العامه وهي معلومه طبيه، واحد في كل ثلاثه في عالمنا هذا بيموت من جلطه كبيره في القلب تؤدي الى سكته قلبيه. طب ايه اللي بيأخر الحكايه دي؟ ان ربنا شايل الليبيد على بروتين فتبقى ميسبل ويز ووتر، دايبه في الميه، فما تترسبش في الانسجه وفي جدران الشرايين. فنصيحه بره الموضوع، حاول ما تاكلش دهون كتير، انك لو اكلت دهون كتير مش هتلاقي لها بروتينات تشيلها، هتبقى ليبيدز از از، مش دايبه، تترسب في شرايينك، تسرع من عمليه الاثرو سكلروزيس تصلب الشرايين. فين السؤال الام اس كيو؟ انا حافظ الاسئله وورد وايد يا اولاد. الليبيد في الدم فري ليبيدز، غلط، لايبوبروتين. نيجي للثالثه، البلازما بروتين والليبيدز دول بنسميهم كولويدز، مواد عضويه اورجانيك، انما احنا عندنا مواد غير عضويه كريستالويدز ان اورجانيك. اهمهم مكتوبه قصادك، صوديوم كلورايد. نسبته كام؟ شوف الدقه، ده سؤال ام اس كيو هو كمان. 0.9%، ما قالكش 1%، 9 من 10 من الجرام في الميه. طب ليه الدقه دي؟ تعالى افهمك بقى، ده موضوع مهم جدا. الاسموتيك بريشر اللي هو الضغط الاسموزي الذي يحدد اتجاه سريان المياه الى الخليه ولا من الخليه يعتمد على الاسموتيك بريشر. يعني لو الخليه الاسموتيك بريشر بره عالي هيشفط منها ميه، بره اقل منها نسميها هايبو اسموتيك هيديها ميه وتنفجر. فلازم الدم خارج الخليه يبقى له نفس الضغط الاسموزي داخل الخليه، بمعنى اخر يبقى فيه نفس كميه الملح اللي هي كام؟ مش واحد يا اولاد، 0.9%، يعني اقل من واحد. شوف الدقه، وتعال اقول لك معلومه مش هيقولها لك في المحاضرات. كلهم بيقولوا ان الضغط الاسموزي يعتمد على عدد الجزيئات ولا يعتمد، لا يعتمد على الحجم. يعني هو مش يعتمد على العدد والحجم، لا، العدد فقط، الحجم ملوش اي قيمه. طب واحد يقول لي طب ليه؟ قولها لنا، ما بتتقالش في المحاضره. اقولها لك، ان البومباردمنتس اللي هو طرق الموليكيولز للممبرين ما بيعتمدش على حجمه، بيعتمد على العدد بس. هتقولي ليه؟ هقول لك حاجه، حاجه خدناها في ثانوي. كنا بنقول طاقه الحركه بنقولها انجلش هاف ماس في سكوير، اللي هي اقولها لك بالعربي نص الكتله في مربع السرعه. فالموليكيول الكبير اللي حجمه كبير بسبب كباره سرعته بسيطه، فدي تعوض دي، هو كبير والسرعه قليله، فطاقه الحركه تبقى هي هي. وبالعكس الموليكيول الصغير بسبب صغره
سريع جدا، يبقى نقص الماس عوضها زيادة السرعة، فبقى في النهاية طاقة الحركة لملك الكبير زي ملك الصغير، الكبير سرعته بطيئة والصغير سرعته عالية، فبقى الموضوع عدد. اوعى تنساها في حياتك انه الاوزموتيك بريشر ده موضوع نمبر مش موضوع سايز على الاطلاق. طب اذا من هي اكثر الجزيئات عددا في البلازما؟ طبعا طبعا الانورجانيك الكريستالويدز اللي هو اهمهم الصوديوم كلورايد، لانهم يعني متناهين الصغر وباعداد رهيبه، فهو ده المسؤول عن الاوزموتيك بريشر. قيمتها ايه في الطب؟ اقول لك، واحد نزف ومفيش بلاد في المستشفى، واحنا في مستشفى ميداني زي في حرب 6 اكتوبر، طب عايزين نعوضه بمحلول ملح مساوي للضغط الاسموزي بتاع الجسم عشان لا ياخد منه ميه من الخلايا ولا يديها ميه فيفجرها. طب ما احنا عارفين الرقم، كل 100 سنتي ندوب فيه مش جرام، 9 من 10. طبعا ما كناش بنعملها كده يا اولاد، بالقياس كل لتر ندوب فيه 9 جرام ملح، وعليه يبقى المية فيهم 9 من 10. يبقى ده محلول آمن يعوض الدم اللي هو نزفه المريض لحد ما يجي دم، طبعا بدون بيسميه ايزو اوزموتيك، مساوي في الضغط الاسموزي، لا هو هايبر ولا هو هايبر. مرة اخرى هذه الصفحة ابنائي الطلبة فيش ولا سؤال نظري، تقعدش تحفظها، ما تضيعش وقتك، فيها 4 اسئلة، تعال نعيدهم تاني. الاول اذكرك بالسؤال بتاع الصفحة اللي قبلها، في الصفحة اللي قبلها كان في سؤال واحد، ايه الفرق بين الهيموستيزيس والهوميستيزيس؟ يعني ايه هيم؟ بلاد، يبقى هيموستيزيس ستوبج اوف بليدنج، انما هوميستيزيس هوم يعني مسكن، يعني اكيب المسكن اللي هو مين؟ اللي هو الاكسرسايز فلويد كونستنت فور اوبتيم فانكشن اوف سيلز. يبقى الصفحه دي كان فيها سؤال واحد ام اس كيو، اما الصفحه الثانيه كان فيها 4 اسئله بس، تعرفوا ما تعرفش غيره. ان تراست مي، لن يخرج كلام على اللي بقوله لك، انا لا انجم، لان زي ما بيقولوا كذب المنجمون ولو صدفوا، وعلى فكره انتوا بتقولوها غلط، صدقوا، لا هي صدفوا، ازاي واحد يبقى صادق ويبقى كذاب؟ الكلمه الصحيحه كذب المنجمون ولو صدفوا. انا ما بنجمش، انا بقول لك كل الاسئله اللي حافظها وورد وايد. هنا في 4 اسئله، سؤال نمبر 1، كم تمثل خلايا الدم؟ لان الدم قيمته في الخلايا مش قيمته في المياه، 45%. السؤال الثاني، بلازما بروتينز 7 جرام، هيجيبها لك غلط ازاي؟ ملي جرام، ما بيغيرش الرقم، كل الناس حافظاها انها 7 بس يحط لك ملي جرام، ركز على التمييز اكتر من الرقم. السؤال الثالث، دهون الدم موجوده في انهي صوره؟ not free lipids as lipoproteins. ليه؟ انت اتعلمت عشان يبقوا ميسبل، عشان يبقوا دايبين، عشان ما يترسبوش في الجدران، عشان خاطر ما يدوش صلب الشرايين اللي هو مرتبط بالكوليسترول. واديت لك معلومه في فقره المعلومات العامه ان في نوعين، هاي دنسيتي ولو دنسيتي، عالي الكثافه وقليل الكثافه، وقلت لك العالي عالي يسموه جود كوليسترول، عاوزينه يبقى عالي، كل ما يبقى عالي حلو، انما اللو واطي، عاوزينه يبقى واطي لانه وحش باد. رابع سؤال، الكريستالويدز، وقلنا الرقم 0.9%، واهميته ايه؟ عشان هو ده الاعداد الكبيره التي تحدد الاوزموتيك بريشر. وفهمتك اللي ما بيقولكش في المحاضره ليه الاوزموتيك بريشر موضوع عدد ولن يكون موضوع حد، لان الموليكيول الكبير له نفس طاقه الحركه بتاعه الموليكيول الصغير، الكبير سرعته بطيئه بالبلدي والصغير سرعته عاليه، وطاقه الحركه نص الكتله في مربع السرعه هاف ماس في سكوير. اقلب الصفحة من فضلك، انا اللي هقلب. ابتدي بقى، اول موضوع هو البلازما بروتينز. بلازما بروتينز، واسف ان كان لازم نحط اس، معلش الحقيقه يا اولاد انا هنا بأزيع من يعني بلد بصيف فيها اسمها ميرتل بيتش في ساوث كارولينا، وانا الحقيقه يعني يعني لا معايا تقنيات تكنولوجيه ولا ايفن معايا الورق بتاعي، اعتمدت على الذاكره وعلى كل حاجه، لكن قلت عشان ما اعطلكوش، بعد 3 اسابيع لما اعود الى تورونتو في كندا عندي امكانيات احسن شويه من هنا. لكن هاويفر اتمنى تبقوا مستفيدين. فهنا بلازما بروتينز، على فكره تقدر تصور الحاجات دي اذا كانت ظاهره عندك في الكمبيوتر او في السمارت فون بتاعك. بلازما بروتينز
أنا ناسي الرقم، تفكروني بيه؟ رقم يعني الخالق مهم جدا عنده، سبعة، سبعة السماوات السبعة، وقلت هيغلطك في إيه؟ جرام، نوت ميلي جرام. وفي رقمين بس في البلاد هما اللي بالجرام، البلازما بروتينز والهيموجلوبين. طيب أنواع البلازما بروتين، التايبس، وي هاف فور تايبس اوف بلازما بروتينز. أنا طبعا الكلام كاتبه في العمود اللي هو على إيدك، هيبقى الشمال لو أنت في مواجهة الكمبيوتر هيبقى إيدك الشمال أهو. أنا فاصل الكلمات، هي كلها كلمة واحدة بس عشان أوريك أصل الكلمات، لأن زي ما وعدتكم هشرح لك جاية منين الكلمات دي. فأول نوع اسمه ألبيومين، تاني نوع اسمه جلوبيولينز لأنه أكثر من نوع عشان كده فيها اس، ثالث نوع اسمه فايبرينوجين، رابع نوع اسمه بروثرومبين. عاوزك تتعلم أي كلمة في الطب بتنتهي بآي إن تبقى بروتين، لأن لاحظ فوق إن كلمة بروتين بتنتهي بآي إن، يبقى أي حاجة تلاقيها في آخرها آي إن هديك اتعلمت تبقى دي بروتين. طب ألبيوم معناها إيه؟ ألبينو، عارف الشخص الألبينو اللي هو فاقد للأصباغ اللي بيبقى لونه فاتح، فألبينو معناها البروتين الأبيض، تكتبها. طب جلوبيلنس، جلوب يعني كرة، يعني لما نقول جلوب يعني آي جلوب، كرة العين، فجلوبيلنس يعني بروتين الكروي. وأنا أقول لك حاجة طريفة عشان تفتكر منها، أنا شخصيا بحب جدا أفطر بيض، الحقيقة من أكثر الحاجات اللي بحبها، إيفن حتى في الغداء أحب أوي الحاجات اللي فيها بيض، الباني اللي هو السكالوب باني والفراخ وهكذا. عاوز كل يوم أنت بتقشر البيض الصبح لاحظ هتلاقي أول حاجة لونها إيه في البيضة؟ أبيض، تقول هذا هو الألبيومين، البروتين الأبيض، وجواه كرة صفرة، تقول ده الجلوبينز. يبقى حتى تحول إفطار لمذاكرة، ده الألبيومين وده الجلوبينز. وتعالى إلى فقرة المعلومات العامة، أسألك سؤال أول فكر فيه، هل البيضة القشرة بتاعتها الشل فيها بورز ولا مصمطة؟ وفكر. أنا أقول لك لازم يبقى فيها بورز، عارف ليه؟ لأن إزاي الكتكوت اللي جوه هياخد الجاسز وهو ما فيش عنده أمبليكال كورد، ده الفرخة نايمة على البيضة، يبقى لازم تبقى بورز. أقول لك الحقيقة في 10,000 بورز في كل بيضة، معلومات عامة. تاخد معلومة تانية، البيض انواع، في اكسترا لارج ولارج وميديوم وسمول، تفتكر انهي فرخه بتدي انهي واحده؟ هقول لك الاجابه، الفرخه في دوره حياتها بتدي كل انواع البيض، اكتر حاجه بتديها اللارج اكس. دي ثالث معلومه. رابع، ثالث معلومه، ثاني معلومه، يبقى دي الثالثه، ان هو الاضاءه تساعد على الاخصاب، يعني عشان منتجي البيض يزودوا عدد مرات انها تبيض الفرخه، اقول لك حاجه، بينوروا النور 23 ساعه في اليوم، فالفرخه تدي 6 بيضات في الاسبوع، الاضاءه تزود الخصوبه. تقول لي طب دي بالاضافه انها معلومه طريفه تفيدني كشخص، اه طبعا، ان الخصوبه في الانسان مرتبطه بالضوء، بلادنا لانها حر وفيها شمس كتير الخصوبه، والناس يعني تنضج تبقى ماتيورد اسرع من البلاد اللي هي ما فيهاش شمس. البنات اللي بتشتغل مضيفات او ممرضات نبطشات ليل ما بيشوفوش ضوء بالليل ويجوا الصبح يناموا، لاحظنا الخصوبه عندهم قليله، يبقى التعرض للشمس زود الخصوبه. لكن ده مش معناها بقى يعني تطلع بره في الشمس هتلاقي طبعا بيقول لك ايه يا ابني ده؟ ايه بقى عمال في الشمس؟ ما تقولهمش انا بتخصب، لان اقول لك الشمس لها مضار رهيبه. تعال اقول لك برضه فقره المعلومات العامه، كتبت شويه مقالات هنا في الجرائد العربيه. عارف السولار ريز، اشعه الشمس دي، بتسبب اكثر الانواع شيوعا من الكانسر. اظن دلوقتي عرفت من هو اكثر كانسر شائع في العالم، كانسر سكين، سرطان الجلد. فوق سن 60 واحد في كل 2 بيجي له نوع من سرطان الجلد. ولكن نشكر ربنا سابين، اولا بنشوفه بسرعه لانه في الجلد، شوف رحمه ربنا، وما هوش very malignant، معظمهم يعني locally malignant، يعني في مكان ونشيله ونتخلص منه. يبقى من هو أكثر السرطانات في الدنيا؟ اللي هو سرطان الجلد بسبب السولار ريس، فما تعرضش أشعة الشمس. إن النهاردة بتوع الانفيرومنتال بيقولوا إن أخطر حاجة في الدنيا هي السولار ريس، غير إنها تعمل مياه البيضة في العين، ومش هتكلم عليها، أنا بس قلتها
بخصوص الإخصاب والبيض، إن في ميزة للشمس إنها بتزود الإخصاب، لكن وفي مزايا أخرى طبعًا للضوء، إنما ليه عيوب. تعرفش؟ طب نكمل الفقرة. مال طب مين أكثر السرطانات اللي بتموت في العالم؟ مش شيوعًا. السكين كانسر قلنا نمرة واحد، واحد في كل اتنين فوق سن 60. شيوعًا الكانسر لانك. وأقول لك بحب الأرقام قوي، وقلتها في برامج تلفزيونية، وقلتها في 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 الجرائد. في كل 100 بيموتوا من كانسر رجالة 33 من كانسر لانس. طب في كل 100 ستات ماتوا من كانسر 26 من كل 100. والسرطان الرئة مرتبط أساسا وليس فقط بالتدخين، في طبعا ناس ما بتدخنش بيجيلها، قلت أساسا. يبقى أنا اديتك معلومة مهمة قوي، أهم من المحاضرة النهاردة. يبقى لو حضرتك بعدت عن السولار ريز أشعة الشمس، ما تعرضتش ليها خصوصا ما بين الساعة 10 و4 اللي هي بتاعت الأشعة الفوق بنفسجية، وامتنعت عن التدخين أو تقعد جنب المدخن إنك بتاخد نفس الضرر، فأنت تفاديت أكثر أنواع الكانسر شيوعا وتفاديت أكثر أنواع الكانسر قتلا. كانت هذه فقط المعلومات العامة. نستكمل. فايبرينوجين، كلمة دي من ثلاث أجزاء. فايبر يعني خيط، اي ان بروتين، يبقى بروتين خيطي. طب جن من كلمة جينيسيس يعني تخليق توليد. أي كلمة في اللغة الإنجليزية تنتهي بجن يبقى تعمل جينيسيس اللي قبلها، يبقى الفايبرينوجين يولد يخلق الفايبر اللي هو البروتين الخيطي. هتقولي إيه أهمية الترمينولوجي؟ أفهمك. ناس كتيرة تسألني هي جلطة الدم عبارة عن إيه؟ شبكة من بروتين خيطي بالفايبرين. الشبكة دي اللي هي من البروتين الخيطي الفايبرينوجين بتراب ار بي سيز. يبقى ديك عرفت بالخيال بقى، تخيل معايا شكل الجلطه لاول مره تفهم جلطه الدم دي عباره عن ايه. شبكه من بروتين خيطي اللي هو الفايبرين اللي بيولده الفايبرينوجين جينيسيس اوف فايبرين، واول ما ترميها في الدم اكتر خلايا ايه هتصطادها؟ اكتر سمك ايه في الدم؟ ار بي سيز. فتروح صيادة ار بي سي عشان لونها احمر. يبقى الترمينولوجي عرفني وظيفة الفايبرينج، يبقى 100% ده متداخل في البلاد كواجيليشن، وهتفيدنا في آخر صفحة النهاردة. طب نيجي للبرو ثرومبين، برضو الكلمة أنا مقسمها لك هي كلمة واحدة، برو يعني قبل، وثرومبو يعني جلط، واي ان يعني بروتين، يبقى هذا بروتين ما قبل التجلط، يبقى من اسمه بيساعد على التجلط. يبقى عندي أربعة أنواع من البلازما بروتينز، وده سؤال شافوي. يقول لك قول لي انواع البلازما بروتينز. البيومين البروتين الابيض، جلوبيلينز البروتين الكروي، فايبرينوجين اللي بيولد الفايبرين البروتين الخيطي اللي هو الشبكه بتاعت التجلط، بروثرومبين بروتين ما قبل التجلط. انا كنت عامل جدول حقيقي طول عمري بقوله في المحاضرات، كاتب فيه الكونسنتريشن بتاع كل واحد والموليكولار ويت، وحتى الزملاء يعني زملاء كثيرون كانوا بيفتكروا ان انا احلى ما في الكلام ده هو الجدول. لا مش احلى ما في انه جدول وانه ارقام، مش عارف تحفظ ارقام كطبيب مالهاش اي قيمه. هنا في ارقام مهمه في الطب وفي ارقام غير مهمه، هنا الارقام في مدلولاتها وليس في اساسها. بمعنى انت شايف بقى الجدول اللي انا حاطه ده مش حاطط فيه اي ارقام. انما انت لو اصابك الجدول الاساسي بتاعي اللي حاطط فيه الارقام هتلاحظ الاتي. بقول كما الكلمات تتكلم الأرقام تتكلم. مين أكتر البلازما بروتين؟ على انقطاع البث طبعا شيء متوقع، ساعات النت بيحصل في حاجات. نعود تاني. كما تتكلم الكلمات كذا تتكلم الأرقام. من هو أكثر البروتينات تركيزا؟ لو بصيت في الأرقام هتلاقي القلب، انت البلازما بروتين كلها 7 جرام، القلب من 3.5 ل 5 يعني اكتر من نص. طيب والموليكولار ويت بتاعه هتلاقيه صغير جدا، الموليكولار ويت حوالي 70,000. طب جمع لي بقى المجموعتين مع بعض زي ما اتفقنا از ثينكر، بالتفكير وليس بالحفظ. يبقى الالبومين كميه كبيره كبيره من جزيئات صغيره، يبقى كميه كبيره وجزيئات صغيرة. يبقى ايه رأيك في عدد الجزيئات؟ عندك كمية كبيرة وجزيئات صغيرة صغيرة صغيرة، يبقى عدد الجزيئات
كتير جدا. طب ما يبقى ده 100% متداخل مع الاوزموتيك بريشر اللي احنا قلنا ان هو بيعتمد على العدد. طيب ننتقل للفايبرينوجين. بص لي بقى على الفايبرينوجين، شوف مين اعلى واحد عنده موليكولار ويت، هتلاقي الفايبرينوجين عنده الهايست موليكولار ويت. هتسالني طب ايه قيمه ان الجزيئات تبقى كبيره؟ هقول لك ايه قيمتها انها تبقى كبيره. فكر معايا، اتفقنا نفكر. تخيل سائل ماشي في انبوبه، كل ما الجزيئات اللي فيه كبرت يبقى سريانه اصعب ام اسهل؟ جاوب انت، هديك فرصه 5 ثواني. سائل فيه جزيئات كبيره قوي، يبقى يمشي سهل ولا يمشي صعب؟ الاجابه المنطقيه صعب. طب ما هو ما يمشي ببطء، نسميه سائل لزج، وعليه نقدر نقول ان الفايبرينوجين مسؤول عن البلازما فيسكوزيتي اللي هو لزوجة البلازما. طب ليه ما بقولش عن البلاد فيسكوزيتي؟ شوف الدقه بقى، لان في جزيئات اكبر من الفايبرينوجين في البلاد. لو خدت البلاد اللي هو البلازما مع السيلز هلاقي اكتر سيلز هي مين؟ انت عارفها، الار بي سيز. و100% الار بي سيز ترى بالميكروسكوب اكبر من الفايبرينوجين الذي لا كبير، بس لا يرى بالميكروسكوب. يبقى لما اقول بلاد فيسكوزيتي للاوائل يقول لي ار بي سيز، لما اقول بلازما فيسكوزيتي يقول لي فايبرينوجين. يبقى لاحظنا شباب كما تكلمت الكلمات تكلمت الارقام. تعال نعيدها تاني بقى، الصفحه دي فين الاسئله؟ قلنا ان احنا الاسئله هنا محصوره في الفانكشنز اللي يمكن استنتاج اتنين منهم من الكلمات. فايبرينوجين مولد البروتين الخيطي، وقلنا الجلطه عباره عن خيوط، يبقى ده مهم في البلاد كواجيليشن. بروثرومبين ما قبل بروتين التجلط، يبقى ده برضو مهم في البلاد كواجيليشن. يبقى دي سؤالين. طب وفي الوظائف؟ الارقام ادتنا وظيفتين، ان الالبومين كميه كبيره اعلى تركيز واصغر جزيئات، يبقى كميه كبيره كبيره كبيره، جزيئات صغيره صغيره صغيره، يبقى عدد الجزيئات كتير، يبقى ده متداخل في الاوزموتيك بريشر. طب مين اكبرهم في الوزن الجزيئي؟ الفايبرينوجين. يبقى ده لانه كبير يبقى مرور الدم في البلاد فيسلز هيبقى صعب، يبقى مسؤول عن البلازما فيسكوستي. يبقى دي الاسئله اللي هنا، 4 حاجات بس عرفناهم، الفايبرينوجين بروثرومبين بتوع التجلط، والالبومين من ارقامه اوزموتيك بريشر، والرابع الفايبرينوجين من رقمه بلازما فيسكوستي. شويه تعقيبات واجبه. واحد يقول لي ساعات في الكتاب اللي بنقراه البلازما بروتين 7.2 × 10 ل 7.4 × 10، حسب بقى انت فين، في اي حته في الدنيا بتقرا وانهي كتاب. يا جماعه ما تجوش في توافه الامور ونركز. هو يعقل ان كل الناس عندها نفس كميه البلازما بروتين بالظبط؟ لا، في رقم مقبول. في الجيرمان سيستم مركزين في الارقام الاساسيه. اي حاجه فيها 7 تبقى تجاوبها صح. 7.2 × 10، 7.4 × 10، واضح انه اختلاف تافه. انما لما يقول لي البلازما بروتين 2 جرام، لا غلط. يبقى اي اختلاف في حدود 5 ل 10% في اي رقم، وخد الحاجات اللي اقولها لك بالقياس، يبقى دي صح. ومره تاني ما تقعدش تحفظ لي الكونسنتريشن موليكولار ويت، مفيش اسئله من هذا القبيل في العالم كله. الاسئله من عنده الهايست كونسنتريشن البومين، من عنده الهايست موليكولار ويت الفايبرينوجين، وفهمت ليه بيسالوا السؤال ده؟ مش عشان بيسالوا على الرقم، بيسالوا على مدلول الرقم، زي ما قلت التايم مانجمنت، اداره الوقت. في نهايه الحياه بنفقد، ما بنفقدش اخر قرش معانا، ما بنفقدش اخر لبس لابسينه، لكن بنخلص اخر دقيقه. اهم حاجه في الدنيا الوقت، لا تهدر الوقت فيما لا يفيد. اقلب الصفحات من فضلك. سايت اوف فورميشن، اين تصنع البلازما بروتينز؟ الرسم واضحه جدا، انت عرفت الاجابه. جميع الانواع، القلب من الجلوبولينز والفايبرينوجين والبروثرومبين، بيتعملوا في الليفر كلهم. للاوائل بقى في اجابه مهمه جدا. الجلوبولينز ده زي ما انت شايف اهو، هشاور لك بالليزر اهو، 3 انواع، عشان كده قلنا جلوبيولينز، الفا وبيتا وجاما. مين اهم؟ خد بالك بقى، ده سؤال مسكين مهم جدا. مين اهم واكبر واكثر نوع في الجلوبولينز؟ 3 كلمات قلتهم مش كلمه واحده. الاكبر في الموليكولار ويت، الاكثر في الكونسنتريشن،
الأهم في الوظيفة الجاما جلوبلينز. ده بيتعمل as well يعني بالإضافة، بيتعمل برضو في الليفر، بيتعمل في خلايا المناعة اللي اسمها البلازما سيلز اللي هي بتنتج الأنتي بوديز. هو ده الأنتي بوديز، بيتعملوا في خلايا المناعة اللي اسمها بلازما سيلز واللي واخدة شكل شبكي في الجسم، فعشان كده بيسموها الريتيكيلو اندوثيليال سيستم. وزي ما بقول دائما أبدا الكلمة دي نصها صح ونصها غلط. بلازما سيلز واخدة شكل شبكي، ريتيكيلو يعني شبكة، ريتيكولم، لكن ليست تتضمن أو من ضمنها الاندوثيليوم اللي هي الخلايا المبطنة للأوعية الدموية، دي ما بتعملش أنتي بوديز. فالاسم ده قديم، نصفه صحيح ريتيكرو ونصفه خطأ اندوثيليوم. اللي بيعمل الجاما جلوبلينز هو البلازما سيلز. لطالب ممتاز يقول الإجابة دي، طب الأوائل يقول لك لا في بلازما سيلز في الليفر، ركز معايا. يبقى الجاما جلوبلينز كمان بيتعمل في الليفر، فما تقولش ان كلهم بيتعملوا في الليفر اكسبت الجاما جلوبلينز، هذا خطأ، يبقى انت راجل ما عندكش دقة. الجاما جلوبلينز as well in addition، فاهم التعريف، بالإضافة كمان بيتعملوا في البلازما سيلز. وده واحد من أشهر أسئلة الشفوي والإمسكيو السايتس فورميشن. خد بالك لحد دلوقتي ما جاش ولا سؤال نظري، يبقى يسألك في الشفوي أين تصنع البلازما بروتينز. لو أنت من الأوائل تقول all types are formed in the liver. The gamma globulins as well يعني بالإضافة الليفر are formed in plasma cells. طب البروف، لو شلنا الكبد، جبنا كلب وشلنا منه الكبد، يسموا العملية دي هيباتكتومي، وعلى فكرة أنا مجزأها لك. تومي يعني تقطع، بدليل مادة الأناتومي اللي بتاخدها تومي يعني تشرح. يبقى تومي في الطب، شو تعلمت قد ايه كلمات وقلت لك اكتبها النهاردة، معناها قطع. اكت يعني برة، أما أقول اكتوبيك يعني حاجة برة، وهيبات يعني كبد، بدليل ما أقول لك هيباتايتس التهاب الكبد. يبقى هيباتكتومي يعني أقطع وأشيل الكبد، يبقى كلمة ثلاث مقاطع، هيبات كبد، اكت برة، تومي أقطع، أقطع وأشيل برة الكبد. خد بالك إيه الفرق بين الإنجليزي وبيننا، هما بيفكروا من الشمال، هما أهل اليسار، ده ما احنا بنفكر من اليمين، الطريقة العدلة. تومي أقطع، اقرا بقى من اليمين، أي كلمة هتلاقيها بقت سهلة جدا، تومي تقطع، اكت وتشيل برة، مين؟ هيبات الكبد. لو شلت الكبد فتوقع الأنواع يحصل إيه فيها؟ المنطق يقول كل أنواع هتقل، ده صحيح، إنما في حاجة مغايرة المنطق قليلا، إن الجلوبلينز هيزيد. واحد يقول لي ليه؟ ما أنت قلت الألفا والبيتا وجزء من الجاما بيتعملوا برضه في الليفر. أقول لك آه، البلازما سيلز في هذه الحالة بتزود الجاما جلوبلينز جدا في محاولة لتعويض النقص في الأنواع الأخرى. فحقيقة الأمر الألبومينز بيقل أو كل الأنواع بتقل، لكن الجلوبلينز مش بيقل، قليل مش ثابت بيزيد. ده الأوائل، ده السايت فورميشن. نيجي بقى في موضوع لطيف جدا هنا اسمه الإيجي ريشيو، سؤال شفوي مهم قوي، نسبة الألبومين إلى الجلوبلين. هذا اختبار معملي لاب تيست مهم جدا في العالم، إن نعرف الإيجي ريشيو، نسبة الألبومين إلى الجلوبلين. وهذا يستلزم إن حضرتك تفصل الألبومين عن الجلوبلين، وطرق الفصل متعددة، في طرق كيميائية، في طرق كهربائية، في طرق أخرى. ده يفسر لك ليه الريشيو من 1.2 ل 1.6. أظن عرفت الإجابة، depending اعتمادا على طريقة الفصل، method of separation، ممكن 1.2 ممكن 1.6. طب ايه أهمية هذا الإيجي ريشيو؟ أقول لك أهميته، هذا الإيجي ريشيو مهم في ثلاث أمراض مهمة جدا في الطب. خلاص أنا أحط رسمة معلش من إيدي يعني بصوا عليها دلوقتي أهو، I think إنها تبان، اللي هي في النص العلوي أهو. الإيجي ريشيو ده هيقل لو اللي فوق اللي هو القلب من قل أو جروبل اللي تحت زاد. يبقى إمتى القلب من يقل؟ لو الليفر، شايف الليفر أهو، هنحط عليه الليفر هنا، باظ لسه قليل لأن هو بيتعملوا في الليفر. خلاص يبقى أمراض الكبد كلها، وما أكثر أمراض الكبد في الإنسان، ده احنا عندنا أعلى نسبة فيروس سي في العالم،
في مصر في فقره معات العام. اقول لك فين بالظبط؟ لور ايجيبت، يعني الوجه البحري. جوجل كده هتلاقي اكتر بلد فيها فيروس سي هي لور ايجيبت. ثانك جاد ان دلوقتي بقى في علاج فيري افكتيف لفيروس سي. المهم اي واحد عنده تعب في الكبد، طب ما القلب بيتعمل في الكبد يبقى القلب من هيقل فالريشيو تقل. او اي واحد عنده مرض في الكليه، لان اللي عنده مرض في الكليه هيفقد البروتينات في البول، ويسموها في عربيتنا فلان عنده زلال في البول اللي هي بروتينوريا، بروتين ان يورين، فيسموها بروتينوريا، زلال في البول. هنا طالب يسالني سؤال ذكي، طب ما هو يفقد القلب من الجلوبولين ليه الريشيو قل؟ فكر معايا، لان فقدان الالبومين هيتخطى فقدان الجلوبولينز. ليه؟ فكر معايا، هو مين اصغر؟ طالب قال لي الالبومين. قلت له خلاص يبقى هيفقد اكثر، يبقى كان المحصله، ما احنا بنفكر في المحصله في الحياه، ان انا فقدت البومين اكثر من الجلوبولين يبقى كاني فقدت البومين فالريشيو قل. يبقى امتى يقل الاي جي ريشيو؟ شوف بقى اهميه الاختبار المعملي ده في كل امراض الكبد وما اكثرها، وكل امراض الكلى اللي فيها بروتينوريا، اللي فيها زلال في البول، مش كلها كلها يعني، اللي فيها زلال في البول. وفهمت ليه؟ لان القلب بيفقد اكثر من جلوبين. طب اقول لك ثالث مجموعه من الامراض، كلنا جات لنا هذه الامراض، الانفكشنز، العدوى. اي عدوى الجسم بيدافع عن نفسه ازاي؟ بيرفع كميه الجاما جلوبيولينز، يبقى الجلوبولين هيزيد يبقى الريشيو تقل. ده واحد من اشهر الاسئله في الشفوي، الاي جي ريشيو ده من 1.2 ل 1.6، وقلت ليه الاختلاف في الرقم، تبقى حافظه كويس قوي. وقلت متى ينقص الاي جي ريشيو؟ لو نقص الالبومين في حالتين، ليفر ديزيزز او كيدني ديزيزز، او زاد الجلوبولينز بسبب الانفكشن. طيب نيجي النقطه الثالثه في الصفحه اصابك، اللي هو هل البلازما بروتينز دي ستاتيك ام دايناميك؟ الاول نفهم يعني ايه التعبير. ستاتيك يعني حاجه اذا فقدت لا يمكن تعوضها. اقول لك تجميعه جميله جدا، مفيش في جسمك كله حاجه ستاتيك سوى شيئين، نيرف سيلز اند ماسل سيلز. افتكرها، حتى عندك برانش اسمه نيرف اند ماسل. النيرف سيلز والماسل سيلز اذا فقدتهم ما تقدرش تعمل غيرهم، دول ستاتيك. الباقي كله دايناميك، يمكن تعويضه. بما فيها اقول لك حاجه، البون بنغير البونز بتاعنا بمعدلات صحه بطيئه جدا، لكن يمكن تغييره. انما النيرف سيلز والماسل سيلز لا. وعليها البلازما بروتينز في الام اس كيو دايناميك، نستخدمها ونعيد تكوينها مره اخرى. اقول لك 10% من القلب من كل يوم، اللي هو اكتر نوع اللي قلنا 3.5 ل 5 جرام، بيتم استخدامه كل يوم. تاخد البروتين ده تكسره في خلايا كبيره اسمها ماكرو يعني كبير، ماكروفيج، الى امينو اسيد تستخدمه. والامينو اسيد اللي هتاكله الجديد تكون منه بروتينز تاني، يبقى يستخدم ويتعمل غيره، يستخدم ويتعمل غيره. اقول لك لو حضرتك ما فطرتش او ما اتغديتش وعاوز طاقه، اقول لك تعمل ايه دلوقتي؟ تاخد البروتين تحوله امينو اسيد، حلو، والامينو اسيد تحولها لجلوكوز، عمليه يسموها جلوكو نيوجينيسيس، تكوين الجلوكوز من مصدر جديد. جلوكو يعني جلوكوز، نيو يعني جديد، جينيسيس يعني تخليق، اللي هو من البلازما بروتين. اقول لك فقر معلومات عامه، المخ لا يستخدم غير جلوكوز. فانت خدت الالبوم طلعت منه امينو اسيد وحولت الامينو اسيد لجلوكوز، استخدمها مخ. ولما حضرتك بقى تخلص معايا النهارده وتروح تتعشى، الامينو اسيد بتاعه الاكل تعمل منها بروتين جديده. اذا القلب يستخدم ويعاد تكوينه، يستخدم ويعاد تكوينه بنسبه 10%، اذا فهو دايناميك. ده كانت الصفحه الرابعه وما قبل الاخيره. نعيد تاني بسرعه، يبقى في اربع انواع من البلازما بروتينز، الاربعه بيتعملوا في الليفر. ده سؤال شفوي اول، وفي نفس الوقت ام اس كيو. اول تايبس ار فورمد ان ذا ليفر. الاوائل يقولوا ايه؟ الجاما جلوبولينز، ما يقولش except in addition، بالاضافه، بيتعملوا في البلازما سيلز اللي هي خلايا المناعه، لان هو ده الانتي بادز. طب سؤال شاف هيسالك، اثبت هذا الكلام. هيباتكتومي ان انيمالز، لو شلت الليفر في
حيوان او ليفر ديزيزز ان هيومن بينجز، ما اقدرش يشيل ليفر، ما هو ليفر تعبان كانه مش موجود. بيحصل ايه؟ شفنا مع بعض ان كل الانواع بتقل ما عدا الجلوبولينز بيزيد. ليه بيزيد؟ قلنا دي نقطه مهم، ليعوض النقص في الانواع الاخرى. طيب سؤال شفوي الثاني، كل ده شفوي. الايج ريشيو 1.2 1.6، اختلاف الرقم بسبب اختلاف طرق الفصل. انت عشان تحسب كميه الالبوجلوبولين تستفصلهم عن بعض وتشوف ده قد ده قد ايه، والفصل فيه طرق كتيره. وقلت ده واحد من اهم الاختبارات المعمليه، لان الثلاث امراض من اهم الامراض في العالم بتقلل تقلل الايج ريشيو. مرضين بيقللوا الالبومين، ليفر ديزيزس بسبب نقص التكوين، كيدني ديزيزس بسبب زياده الفقدان للالبومين عن الجلوبولينز. وفهمت ليه؟ ليه بنفقد البومين اكتر من جلوبولين؟ بنفقدهم الاثنين، لان الالبومين اصغر اصغر في الموليكول ويت. وثالث مرض اللي هو الانفكشنز. ثالث سؤال شافوي وام اس كيو في نفس الوقت، هل الالبومين والبلازما بروتينز كلهم على فكره مش الالبوم فقط لتلخبط، كلهم داينامكس، ناخدهم نتعحولهم لامينو اسيد ونستخدمهم استخدامات اخرى ونعيد تكوينهم. الالبوم هو الاشهر وهو الاكثر، كل يوم بنغير فيه 10%. الصفحه الاخيره والاهم في التحريري، فانكشنز اوف بلازما بروتينز، وظائف البلازما بروتينز. اكتب لي عليه نظري مهم والسالف. انا هقسم النظري في الكورس معاكم في المحاضرات دي الى ثلاث انواع. نظري مهم والسالف باور 1000، ده بيجي منه 80% من الاسئله النظري. ونظري مهم يجي منه 15%، ونظري فقط يجي منه 5%. فده بقى من المجموعه اللي بتتكرر كثيرا جدا في الامتحان. فانكشنز اوف بلازما بروتين، تكتب لي نظري مهم والسالف، ده للناس اللي هم بيبقى عندهم امتحان نظري. انما الناس اللي بيتابعوني هنا في كندا وفي امريكا، في دول ما عندهمش غير ام اس كيو، فده مهم ليهم الام اس كيو فقط. واقول لك حاجه، قاعده حلوه قوي، ما احنا قلنا بعد اسبوعين هنحفظ بعض ويبقى الموضوع سهل. كل ما هو نظري مهم والسؤال فهو شفا مهم والسؤال فهو ام اس كيو مهم والسؤال، ونظري مهم شرحه ونظري شرحه باهميته. والعكس ليس صحيح، في اسئله ام اس كيو ما تجيش نظري، شافه ما تجيش نظري، لكن كل ما هو نظري يجي بالعكس بحسب اهميته. مهم والسؤال يبقى ام اس كيو مهم والسؤال، شافه مهم والسؤال، نظري مهم يبقى نظري مهم، يبقى في الشافه مهم، في الام اس كيو مهم، نظري بس يبقى شافه فقط وام اس كيو فقط. واقول لك عشان ما تتوهش، اهم حاجه اداره الوقت. ما تحفظ في هذه الحصه لو انت بتمتحن نظري غير هذه الصفحه فقط، فانكشنز اوف بلازما بروتينز، احفظ حاجه تاني خالص، ضاعش وقتك، تقرا الباقي كله. وظائف البلازما بروتينز 8. طيب فالعبد الله فكر، طب ازاي الطالب يستوعب 8؟ فانا عارف هنا بيعملوا ايه في امريكا. قال لك ان فقط المعلومات العامه، العقل ما يقدرش جروب اكتر من اربع حاجات في وان جروب. وعشان كده بص النمر التليفونات في امريكا 10 نمر، وفي كندا بيقسموها ازاي؟ 3 3 4، يعني 3 جروبس. ولو قلتها بطريقه مختلفه يعرفوا ان انت مش عايش في البلد دي. خلاص الطرق الغريبه بتاعتنا بقى اللي بنقول بيها نمر التليفونات دي لا وجود لها هنا. يعني هنا يقول 3 نمر ثم 3 نمر ثم 4، ده الفكر. ليه بيزد على ايه؟ بتوع السيكولوجي قالوا لهم ما تقدرش تحصل الاربعه. فانا استغليت نفس الفكره، كل حاجه لقيتها اكثر من اربعه قلت لازم اعمل لها جروبينج. يبقى زي ما بقول التيتشنج از ان ارت، التدريس فن. فهم 8 فقلت اقسمهم مجموعتين بس بفهم بتفكير مش اي تقسيم، الى مجموعتين. فور سبيسيفيك فانكشنز. فما مالك؟ هو ليه ربنا عمل فور ديفرنت تايبس اوف بلازما بروتين؟ اربع انواع مكتوبين بالازرع ايدك الشمال من بلازما بروتين. ديفنتلي ان كل نوع هاز جوت سبيسيفيك فانكشن، فيبقى محتاجين اربع انواع. نيجي اربعه اذر فانكشنز. بعض من الزملاء لقوا الدكتور ناجي كاتب سبيسيفيك فكتبوا الناحيه الثانيه نون سبيسيفيك، وهذه خطأ. لان الاذر فانكشنز برضه سبيسيفيك، بس السبيسيفيستي التخصص فيها اقل. عشان كده اللي يكتب
general functions ده خطأ، في specific و other functions. دي أول غلطة بيغلطها الزملاء في الكتابة لأنهم برضو specific وهزبتها لك. طيب اللي specific زي ما بقول أنا مش بس بساعدك بالأسئلة، مش بس بساعدك بالفه، مش بس بساعدك بالشرح، بساعدك كمان في إزاي تستبقي المعلومات، تعمل لها retention عشان تقدر تعمل لها retrieval استرجاع. retention يعني احتفاظ، retrieval يعني استرجاع. طب الأربعة دول واحد الأولين specific قال لي هفتكرهم لأنهم بأسماء البلازما بروتين الأربعة: albumin, globulins, fibrinogen and prothrombin. طب الأربعة التانيين نفتكرهم إزاي؟ تلو عملت لك بطريقة جميلة جدا A B C D. يبقى حتى من أول حرف A ماشيين A B C D. أول نبتدي بالother functions اللي هم less specific مش general function أو non specific، ده غلط، هم less specific عشان كده كتبتهم other function. A absorption and conservation. absorption يعني التصاق، خلاص حتى مكتوبة خطأ absorption صلحها، هي adsorption. ساعات الكمبيوتر بيكتب لك كلمة اللي هو متخيلها. absorption and conservation it's AD. حتى الناس طلعات بيقول لنا اب يعني بعيد، طب واد قريب، عارف ليه اد قريب؟ قالوا هالكو جاي من كلمة addition، اد حط على حط حاجة على حاجة، يو اد، فاد يبقى هات ايدك ناحية جسمك يبقى اسمها adduction، عندما تبعد ايدك عن جسمك يسموها abduction. فادزوربشن يعني حاجة تتحط على حاجة، and conservation يعني محافظة. هتشرحها ازاي دي في نقطتين؟ تخيل حضرتك ان فكر مع بعض، في عندنا minerals متناهية الصغر، هرمونز متناهية الصغر او بدايبة في المية، لو سبتها في البلازما هتفقد في البول، يبقى الحل تحطها على بلازما بروتينز. يبقى انت عملت adsorption بغرض الconservation المحافظة، يبقى adsorption حطيتها على البلازما بروتين adsorption بغرض انك تكونزيرف ما تفقدهاش في البول. minerals كتيرة كده، الحديد بيتشال على البلازما بروتين، كبر على البلازما بروتينز، هرمونز كتير على البلازما بروتينز. وهنا عندي حاجة في فقرة المعلومات العامة طريفة، هنا عندنا في كندا وفي امريكا يسموا البوليسمان كابس. عارف جابوها منين كلمة كابس؟ هذكرك ساعات الطالب يقول لي بنفتكر القصص اللي انت قلتها. ما كانش زمان في زراير بلاستيك، زراير الجاكيتات البلاستيك دي ما كانش لسه عارفوها، فكان عشان رجل البوليس ده يعني له وجاهة معينة وله وضع معين، الجاكيت بتاعته فيها زراير من النحاس كبيرة، فكل زراير نحاس كبر، فعشان كده سموهم كابس. ادي تذكرك الكابر بقى من ضمن الحاجات اللي بتتشال على البلازما بروتين عشان تفتكر القصه اللي حكيتها، كابر والايرن الحديد والهرمونز. يبقى ليه شايلهم على البلازما بروتين؟ انك لو ما شلتهمش على البلازما بروتين هينزلوا في البول، يبقى عملت ادزوربشن بغرض الكونزرفيشن يعني المحافظه. هنا في كندا حزب المحافظين اسمه، وفي انجلترا اسمه الكونزرفيتيفز اللي هم الناس المحافظين او المحافظون يعني لو بدانا الجمله. في حاجة تانية قلناها تذكرني انت بيها، احنا كنا ليه بنشيل الليبيد على البروتين؟ هنا مش لانها هتنزل بسهولة، احنا خايفينها تلتصق بالجدران الخلايا عشان نخليها soluble in water، miscible in water. يبقى البلازما بروتين بتعمل adsorption and conservation لغرضين، يعني تحت ايه ده مفروض تكتب واحد واثنين. المينرالز والهرمونز to prevent their loss in urine، لمنع الفقدان في البول. طب والليبيد عشان يبقوا ميسيبل سوليبل ان ووتر. بي تاني وظيفة بفر. البلازما بروتينز 15% من البفرينج بار اوف ذا بلاد. نتعلم شوية حاجات لطيفة، احنا قلنا جايين نفهم مش جايين نحفظ. بفر الأول يعني ايه بفر؟ البفر مادة بتحافظ على البي اتش بتاعت السائل اللي هو في حالتنا دلوقتي سائل الدم. طيب يقول لي احنا درسنا بي اتش، عمر ما حد قال لنا يعني ايه بي اتش. قلنا هناخد ترمينولوجي، هنفكر مع بعض، هنتعلم فيسيولوجي بحق وحقيقي. P
pH ده اختصار لكلمة power of hydrogen، قوة الهيدروجين، لأنه بيمثل قوة الهيدروجين، فpower يبقى P وهيدروجين تبقى H. أصل الكلمة اللي عاوز تتعلم أحسن مش إنجليزي، أصلها ألماني، بوتنشيا هيدروجينا، قوة الهيدروجين، لأن أول واحد كتب القصة دي كان اسمه هاسل باخ ألماني. فأول حاجة تعلمناها يعني إيه pH، من power of hydrogen، أصل الكلمة بوتنشيا هيدروجينا. دي فقرة المعلومات العامة الواجهة الاجتماعية. طيب بفر، ايه وظيفة البفر؟ البفر ده يحافظ على البي اتش، مادة تمنع التغير في البي اتش. طب تيجي نفكر بذكاء، هو ايه اللي ممكن يغير البي اتش؟ هقول لك حاجتين انت هتقولهم، يا اسيد يا الكلي، يا حم يا قاعدة. يبقى لازم البفر اللي يمنع التغير في البي اتش يبقى حاجتين، حاجة تجابه الاسيد وحاجة تجابه الالكلي. الالكلي يمكن مواجهته بويك اسيد، اما الاسيد عشان تواجهه لازم تواجهه بسترونج بيس. طالب قال لي فهمني اكتر عشان دي فاتك مني، انا عارف. تيجي نحكي بالبلدي، انسى الموضوع. انا قلت لحضرتك حط ايدك على الترابيزة ولك ان تختار، يا حط على ايدك اسيد يا الكلي. طبعا انت هتقول لي ما تحطش حاجة خالص، انما انا هرزل عليك وقولك لازم تحط حاجة. الاختيار مش ما حطش، يا حط حمض يا الكلي، هتختار ايه بالفطره؟ تقول لي الكلي، قلت لك ليه اخترت الكلي؟ انها اضعف من الاسيدز، عشان كده الالكلي لمعادلتها احتاجنا الى ويك اسيدز، بينما الاسيد لانه قوي اللي انت ما رضيتش احطه على ايدك عشان تعادله محتاج لسترونج بيس. This is اي بفر في الدنيا لازم يتكون من ويك اسيد وملحه مع قاعدة قوية. يبقى فهمتها الأول مرة، يبقى البفر بيمنع التغير في البي اتش بيجابه الأسيد والألكليز. طب الألكلي أضعف من الأسيد فتحتاج إلى ويك أسيد في مجابهتها، بينما الأسيد قوية فاحتاج إلى سترونج بيز. طب إيه علاقة الكلام ده بالبروتين؟ معلومة مهمة جدا جدا. كل البروتينز في جسمنا all body proteins act as buffer، مش بس البلازما بروتين، كل بروتين جسمه بيشتغل كبفر. واحد قال لي فهمني ليه؟ نفهم، جايين ما نحفظ، دي مش محاضرة عادية، محاضرة فيها فهم، لأن هنا لو قلت من غير ليه نظام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب كل حاجة من غير ليه يمشوك فورا، يبقى تكون كان فارق. الطلبة تعرف تقرأ انجليزي والنطق بتاعها والانجليش بتاعها احسن مني الف مرة، انا ده مش المذر تانج بتاعي، انا بتعثر في الانجليش، هم عارفين، فلازم تقول لهم حاجة تخليهم يحترموك. زي ما نقول كنت من الحاجات اللي بتسعدني لمصرياتنا، مش ليا مش لشخصي، لما الناس تقول الايجيبشن بروفيسورز، مش مهم الايجيبشن بروفيسور ده اسمه ايه، المهم احضروا المحاضرة لهذا الايجيبشن بروفيسور هيفهمكم. بص يا ولاد، كل البروتينات مترددة، أنفوتريك في اللغة، متردد يعني أنفوتريك، انتوا عارفينها من ثانوي. يعني ايه متردد؟ يعني لو حطيته في وسط قاعدي يشتغل كحمض، في وسط حامضي يشتغل كقاعدة. In alkaline medium they behave as acids and in acidic medium they behave as alkyls. متفقين على دي؟ اي بروتين متردد. طب السؤال الثاني، طب البي اتش اللي هم محطوطين فيها، اي بمعنى اخر البي اتش بتاعت الجسم كام؟ كل الناس حافظاها 7.4، وكلنا نعلم ان 7 ده نيوترال، لما الرقم يزيد عن 7 تبقى حامضي قاعدي، اسف، يقل عن 7 يبقى حامضي. يبقى 7.4 ده وسط قاعدي قلوي، يبقى جسمنا قلوي. في سؤال بره الموضوع، وليه ربنا خلى البي اتش بتاع الجسم الانسان 7.4 يعني قلويه؟ الاجابه سهله جدا ومقنعه جدا. الميتابوليزم، عمليات الايض الغذائي، لا تنتج الا احماضا. كل الميتابوليزم ما طلعش غير احماض، يبقى خلاص الجواب السؤال، يبقى لازم حضرتك تستناهم بالكلاين فلويد، عشان كده جسمك الكلاين 7.4، لان جسمك لا ينتج الا احماضا. يبقى فهمت ليه البي اتش بتاعتنا الكلاين. طب حضرتك البروتينات دي موجوده في الكلاين ميديا، يبقى بيهيف از ايه؟
ويبقى اسيدز. عشان كده الوضع الكيميائي بتاع كل بروتينات جسمك موجوده اسبروتينيك اسيد، هو ده بقى ال 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 الحمض الضعيف، بروتينيك اسيد اهو، بروتينيك اسيد. فهم؟ كل بروتينات جسمك في وسط الكلاين وهي متردده، يبقى كلها تشتغل اس بروتينيك اسيد. طب والاسيد يبحث عن ضلتي، بيحب يتحد مع بيس، فجزء من هذا البروتينيك اسيد بينقي القاعده القويه يتحد معاه. اذا كنا خارج الخلايا زي في حاله البلازما هيتحد مع الصوديوم، فيبقى نصه في صوره صوديوم بروتينيت. اذا كنا داخل الخلايا في بوتاسيوم اكتر، هيتحد مع البوتاسيوم، يبقى في صوره اللي هي مش موضوعنا دلوقتي، احنا موضوعنا البلازما. البلازما فيها صوديوم بره، يبقى نص البروتينيك اسيد هيتحد مع الصوديوم يدي صوديوم بروتينيت. بس يبقى دي التو كومبوننتس اوف بافر سيستم. يبقى عندي بروتينيك اسيد حمض ضعيف لمعادله القواعد، وعندي صوديوم بروتينيت سولت بتاع سترونج بيز اللي هو الصوديوم لمعادله الاسيدز. يبقى اي بلازما بروتينز في جسمك بتشتغل كبافر. ناخدها تاني بهدوء، دي اصعب حته في القصه دي. البافر هو ماده تمنع التغير في البي اتش. الجمله اللي بعدها، اي تجابه الاحماض وتجابه القواعد. الجمله الثالثه، لنجابه القواعد نحتاج الى ويك اسيد لانه هي ضعيفه، لكن لمجابهه الاحماض نحتاج الى سترونج بيز. يبقى البافر لازم يبقى فيه ويك اسيد وفيه سترونج بيز. ما علاقه البروتين بهذه القصه؟ هقول لك. البروتينز امفوتيريك، متردده، مواد متردده، وهي محطوطه في وسط الكلاين. جسمك الكلاين، فهمتها لك ليه؟ اقولها لك تاني؟ قولها انت، قول معايا. انا بتخيل ان انا يمكن الخبره في البرامج التلفزيونيه بتخليني احس ان انا ما بكلمش نفسي، ان عارف ان في مستمع الناحيه الثانيه. ليه جسمك الكلاين؟ لان عمليات الايض الغذائي في جسمك لا تنتج الا، انا سامعك اهو، سمعتك قلتها، احماضا. فلازم جسمك يبقى الكلاين، دي القاعده. طب انت بروتين حاططها في وسط الكلاين وهي متردده، يبقى تشتغل كايه؟ كاسيد، بروتينيك اسيد. كل بروتينات جسمك اس بروتينيك اسيد، الصوره الكيميائيه بروتينيك اسيد. يبقى دي الحمض الضعيف، نصه هيتحد مع القاعده المتاحه، المتاحه بره الخلايا في البلازما هي صوديوم، يبقى صوديوم بروتينيت. لما نيجي نتكلم في موضوع اخر جوه الخلايا هنغير بروتينيك اسيد مع بوتاسيوم بروتينيت لو بنتكلم جوه الخلايا. يبقى وي هاف بافر سيستم. ثالث وظيفه بحرف السي، كابيلاري بيرميابيلتي، ان البلازما بروتين بتحافظ على نفاذيه الكابيلاري. نفهم يا شباب، المكان الوحيد الذي يحدث فيه تبادل في السيركوليشن هو الكابيلاريز، حتى يسموها ذا اكستشينج فيسلز، الفيسل بتاعت التبادل. ليه؟ ليه الكابيلاري هي بيتم فيها التبادل؟ لسببين، لان جدرانها رقيقه جدا وفيها بورز، ثقوب. يبقى فهمت ليه الكابيلاري هو المكان الوحيد اللي يصلح فيه التبادل؟ عشان الجدران رقيق جدا وفيه ثقوب. الثقوب دي بشبهها تشبيه بسيط طفولي زي الشباك. عمرك شفت شبابيك بدون دولف؟ يعني لا طبعا، اي شباك لازم فيه دولف. ليه؟ ايه وظيفه الدولف؟ تفتح الشباك على الاخر لو عاوز تهويه جامده، تغلقه تماما لو مش عاوز اي تهويه، تخليه نص نص لو عاوز تهويه متوسطه. الكابيلاريز فيها بورز، الدولف بتاعت هذه البورز التي تتحكم في نفاذيه الكابيلاري مصنوعه من البلازما بروتينز، من البلازما بروتينز والاوائل بلس كالسيوم. يعني كالسيوم البروتين وكالسيوم هو ده الدولف. اذا البلازما بروتين بتتحكم في كابيلاري بيرميابيلتي. ما لا يعلمه الكثير وما تقولهمش ان دي اهم وظيفه للبلازما بروتينز. لو شلت البلازما بروتينز يبقى انت شبابيك بدون دولف. هتنهمر السوائل الى خارج البلط، حجم الدم يتناقص في فتره وجيزه، يتوفاك الله. يبقى دي اهم وظيفه للبلازما بروتينز، بس ما تقولهمش كده، بقولها لهم كوظيفه. رابع وظيفه دي دايت ريزيرف، لسه متكلمين عليها. بلازما بروتينز دايناميك، لو حضرتك ما اكلتش تقدر تاخد الالبيوم 10% من الالبيوم، تقدر تاخد الانواع الثانيه بس هنركزنا على الالبيوم. 10% من القلب بناخده كل يوم، نحوله الى امينو اسيد، تعمل بيه اللي انت عاوزه. قلنا تحوله لجلوكوز بعمليه اسمها جلوكو نيو
جنسز وبعدين طبعا بعد كده بلازما بروتين تاني. دول الاربع وظائف اللي هم other functions. ليه ما قلتش ان هم general او non-specific؟ لانه اشهر بروتين بيشيل الهرمونز هو الجلوبولينز، الهرمونات الجنسية الأنثوية بيشيلها الألبوم. يبقى في تخصص، مش أي بروتين يشيل أي هرمون. الألبوم يشيل الهرمونات الأنثوية السكشوال. وعارف ليه الألبوم؟ زي عاوز هنقولها لك لما نوصل الاندوكراين، لأن الهرمونات الأنثوية كمياتها رهيبة جدا، فنقي أكتر بلازما بروتين يشيلها وهو الألبوم، عنده higher capacity. بينما الجلوبولين يشيل بقية الهرمونز لأنه عنده higher affinity. فإذا في تخصص، مش بنقول قال بلازما بروتين يشيل الهرمونز يبقى أي بروتين يشيل أي هرمون. في تخصص بس أقل، عشان كده قلنا other function. يبقى نمرة إيه؟ absorption and conservation، B buffer، C capillary permeability، D diet reserve. ننتقل لspecific function، وعشان نسهل أمر كلهم عارفينهم، فتعال ناخدهم من الاخر للاول. بروثرومبين من اسمه، فكر معنا، قلت لك جابوا منين الاسم ده؟ برو يعني قبل، ثرومبس يعني جلطه، اي ان يعني بروتين ما قبل التجلط، يبقى 100% ده متدخل في البلاد كلوتينج. الاسم ينطق بالوظيفه. دي زوايا بدرسكو ترمينولوجي، وهديك كميه ترمينولوجي تكفيك درسته في اللايف. عندها في كل كلمه جابوها منين، وكل قصة وكل رواية وكل حكاية وراء الكلام. سنخلق جيل فاهم، زي ما بقول هنا وهنا فقط تصنع الأوائل. ناس فاهمة مش ناس حافظة، احنا مش في كتاب، عاوزين نفهم. فايبرينجن اسمه ينطق بوظيفته، البروتين المولد للخيوط. قلنا جن من كلمة جنس، IN بروتين، فايبر عن خيوط، وقلنا ان الجلطة ما هي الا شبكة من فايبرين، شبكة خيوط مصنوعة من فايبرين جواها RBCs، يبقى 100% متداخل في البلاك كلوتينج. ورقمه للي فاهم وما اقل الناس اللي فاهمة، ينطق بالوظيفة الاخرى. ده اكبر البلازما بروتين حجما، اكبر حاجة في البلازما هي الفايبرينجن. يبقى هو مسؤول عن للأوائل، بلازما فيسكوستي نوت بلاد فيسكوستي. في الانسكيو لو جالك بلاد فيسكوستي غلط، بلازما فيسكوستي، لان في من هو اكبر منه. لو خدت الدم ككل الار بي سيز اكبر منه، ترى بالميكروسكوب الفايبرينج لا يرى، واعدادها 5 مليون في كل مليمتر. يبقى لما اقول لك بلاد فيسكوستي تقول لي ار بي سيز، بلازما فيسكوستي تقول لي فايبرينج. حاجه عامله زي قيس وليلى، عنتر وعبله. يعني لما اقول لك قيس من غير ما اكمل انت عارف الثاني، عنتر من غير ما اكمل انت عارف الثاني. هي كده فايبرينج بلازما فيسكوستي، RBCs blood viscosity. جلوبولينز اهم الانواع واكبرها حجما، ده سؤال تاني ام اس كيو، واكثرها تركيزا هو الجاما جلوبولينز، ده الانتي بوديز قلناها. هناخد بعد كده في مرحله لاحقه ان واحد الاوائل يقول لك طب البيتا جلوبولينز والالفا ما جبناش سيرته، او اجيبها لك دلوقتي لانك مش مفروض تعرفها دلوقتي. البيتا جلوبولينز قلنا الحديد بيتشال على البيتا جلوبولينز، الحديد يحمل على البيتا جلوبولينز حتى يسموها ترانسفيرين، يعني الناقل للحديد، فرس يعني حديد. كل الكلوتينج فاكتورز عباره عن بيتا جلوبولينز. يبقى البيتا جلوبولينز هناخد لها بعد كده وظيفتين للاوائل بقى يكتبوا كلام زياده، انها تنقل حديد ترانسفيرين، وهي البلاد كلوتينج فاكتورز. الالفا جلوبولينز هنجي لها في السيركوليشن، اهم ماده بتزود الضغط اسمها انجيوتنسين. انجيو يعني وعاء، وتنشن يعني ضغط. حتى اقول لك عندك هايبرتنشن، دي عباره عن الفا جلوبولين مصنوعه من ماده اسمها انجيوتنسينوجين. ده للاوائل. خلينا دلوقتي في الجلوبولينز، اهم واكثر نوع واكبر نوع هو الجاما جلوبولينز انتي بوديز، لكن اللي يحب يسجل ويتميز على الاخرين دي قلتها. البيتا جلوبولينز دي عباره عن البلاد كلوتينج فاكتورز والترانسفيرين. الالفا جلوبولين ده الانجيوتنسينوجين، الماده المولده للانجيوتنسين. انجيو يعني وعاء، وتنشن يعني ضغط، اللي هي اهم ماده بتحتفظ بالضغط الشرياني بتاعنا. نيجي لاخر وظيفه، الالبوم. ارقام نطقت بوظيفته، قلنا ده اكبر كميه 3.5 ل 5 جرام، جزيئات صغيره جدا حوالي 70,000، يبقى كميه كبيره من جزيئات صغيره، يبقى متداخل مع الاوزموتيك بريشر.
خد بالك، لو قلت القلب مسؤول عن اوزموتيك بريشر بتاع البلاد هتاخد صفر. واحد يقول لي ليه؟ اسالك وفكر معايا. وي ار ثينكر، وي ار ايماجينيتيف. نفترق عن الدواب في دول، نحن نفكر ونتخيل. تعالى كده غمض عينيك وتخيل نفسك احنا في البلاد دلوقتي. مين اكثر الجزيئات عددا؟ الكريستالويدز، الصوديوم كلورايدز اللي هي متناهيه الصغر، ملح الطعام، صوديوم كلورايد كريستالويدز، ولا الكولويدز الاورجانيك البروتين؟ الاجابه بدون تفكير كريستالويدز طبعا، اكثر بما لا يقارن. لو قلت لك الضغط الاسموزي بتاع البلاد الاوزموتيك بريشر 5000 مليمتر مركوي، معظمهم كريستالويدز، بسبب الكريستالويدز معظمهم بسبب الصوديوم كلورايد، و29 فقط من دول من 5000 بسبب الالدول. الله، طب ما تيجي نغض البصر عنه. يبقى اما يسالني في الشافوي مين المسؤول عن التوتال اوزموتيك بريشر، اقول له شوف الاجابه وهنحفظ مع بعض طريقتنا في الحياه. تقول له كريستالويدز، ثم كريستالويدز، ثم كريستالويدز يا صوديوم كلورايد، ثم الالدول. يعني ده الاجابه الاوائل، كريستالويدز اساسا والالدول. أمال ليه بنذكر القلب؟ أقول لك أنا، فكر معايا بهدوء. الانقطاع المرة الثانية هو ده الصعوبة، خصوصاً إحنا زي ما قلت لك أنا هنا في مارتل بيتش في ساوث كارولاينا، يعني الخدمة أقل شوية من العواصم زي نيويورك تورونتو، على أي نستأنف. القلب يمني يا شباب، الكريستالويدز كنا بنقول متناهيات الصغر، فهي المسؤولة الأساسية عن الاوزموتيك بريشر. بس لانها متناهيه الصغر، فكر معايا، فهي بتتواجد خارج وداخل البلاد فيسلز، يعني صغيره جدا تقدر تخرج بره البلاد فيسلز. اهو انا هعمل لك رسمه اهي، اهي موجوده خارج وداخل البلاد فيسلز، اللي هي النقط الصغيره خالص اللي انا عاملها. يبقى تخيل الوضع كالاتي، يبقى كان في 5000 بره و5000 جوه بيشدوا الحبل، قوة بتشد لجوه 5000 وبره بتشد 5000، قوتان يعني عظيمتان ولكن متضادتان. يبقى ان المحصلة ايه؟ صفر، ineffective. يبقى الاوزموتيك بريشر، التوتال اوزموتيك بريشر بتاع البلد ال 5000 بيعضوا اساسا الى الكريستالويدز، لكنها قوة غير مؤثرة. ليه؟ لانه الكريستالويدز صغيرة جدا بتخرج، فسهل الكميه اللي بره قد اللي جوه، الشد اللي بره زي الشد اللي جوه، يبقى قوه غير مؤثره. لكن تعالى الالبومين، كميات قليله اللي هي النقط اللي انا عاملها لك السودة الصغيره دي الاكبر شويه، النقط دي شايفها؟ دول 29 بس، حتى هم بالظبط يعني لو حسبناهم بيبقوا 19 و9، 19 البوم البوم و9 حاجات ممسوكه في الالبوم، صوديوم ممسوك مع الالبوم، لان الالبوم بيبقى نيجاتيف تشارج، بيشد شويه صوديوم ناحيته مش موجودين غير معاه هو بس، مش موجودين بره. ده توزيعها يعني لو عاوز تعرف. المهم خلينا في 29 جوه بس، يبقى قوه صغيره بس جوه بس، دي اللي بتشد الميه جوه، يبقى دي القوه المؤثره، افكتيف اوزموتيك بريشر. نسميها كولويدال، لان ده مش كريستالويدز، كولويد يعني حاجه عضويه، او بنفس المعنى انقاطب اوزموتيك بريشر. فهنا بقى المقطع الاول مهم جدا، لما يقول لي القلب من الاوائل المسؤول عن ايه؟ اقولها برضو بطريقتي وهتاخدوا عليها. افكتيف كولويدال او انقاطب اوزموتيك بريشر. يبقى فاهم فين الكلمه المهمه؟ مش اوزموتيك بريشر، الكلمه المهمه افكتيف او كولويدال او انقاطب. لان لما اقول توتال اوزموتيك بريشر مسؤول عنه الكريستالويدز، لانها هي اللي اكتر بما لا يقارن، بس ان افكتيف غير مؤثره، بتخرج بسهوله، تركيزها بره زي جوه، الشد بره زي الشد جوه، يبقى لا قيمه لها. وعشان تفهم القصه باختصار شديد، في الكابيلاري اللي انا رسمه قصادك اللي هو محصور ما بين ارتري على ايدك الشمال وفين على ايدك اليمين، ازاي بيتم التبادل؟ في الكابيلاري ناحيه الارتري بسبب ان في فيري هاي بريشر الميه بتخرج، بسبب ان الهاي بريشر بيبقى اعلى من الاوزموتيك بريشر،
بنيجي ناحيه الفين الضغط قليل فيبقى الاسموتيك بريشر اعلى من البلاد بريشر فيروح مدخل ميه، يبقى الميه اللي خرجت من هنا دخلت هنا، خرجت من هنا بسبب ان الارتيريال بريشر اعلى من الاسموتيك بريشر عند الارتيريال اند، اما عند الفينس اند الاسموتيك بريشر اعلى من الفينس بريشر، الفينس بريشر واطي جدا فالميه تدخل، وده اللي بيحافظ على حجم الدم، انه اللي بيخرج الميه هو افتكرها الهيدروستاتيك بريشر الارتيريال بريشر، عشان الخروج اساسا ناحيه الارتي. طب واللي دخل ما اللي خرجت اكتر الاوزموتيك بريشر ناحيه الفين. يبقى دي هي الصفحه الاخيره، هعيدها تاني بسهوله، اللي هو وظائف البلازما بروتينز. وعلى فكره اللي اذا بقول اذا كانت المذاكره فن فالتحصيل فن ثاني والاجابه فن ثالث، فانت في التحصيل لازم تبقى فاهم مش مجرد بتقرا، في الاجابه هنتكلم عليها في مرحله لاحقه. هعيد تاني الفانكشنز اوف بلازما بروتينز 8، ده اهم ده دره هذه الصفحه. طبعا الحصه القادمه باذن الله اوتونوميك ده بقى الروعه كلها، لانه عاوز فهم الى اغوار تانية خالص، يعني تحس ان في فرق باذن الله في الاوتونوميك اكثر من البلاد. وي هاف 8 فانكشنز، اتفقنا سويا ان احنا عشان نفتكرهم نقسمهم اربعه واربعه بطريقه يعني وعملها لعبد الله، أربعة سبيسيفيك وهتفتكرهم من أسماء البلازما بروتينز: ألبومين، جلوبولين، سبايدرنجين، بروثرومبين. لماذا صنع الخالق سبحانه أربعة أنواع؟ لأن كل نوع لها سبيسيفيك فانكشن. وفور أذر فانكشنز، ما قلنا ما هماش جنرال، ما هماش نان سبيسيفيك زي ما كاتب الزملاء، هما ليس سبيسيفيك وأثبتها لكم. ابتدي بالأذرز A B C D. A absorption and conservation، absorption صلحوها مش بالبي، absorption يعني التصاق ومحافظه، وهنا للاوائل هتكتب حاجتين: التصاق المينرالز المعادن والهرمونز بغرض ايه؟ بغرض ان دول هيفقدوا في البول to prevent loss in urine، يبقى ده الايم، نسميها في الانجليش الايم. انما التصاق الليبيد بالبروتين، ليبيدز كبيره، بغرض تاني خالص انها تبقى ميسيبل سوليبل ان ووتر، دايبه في الميه فما تلتصقش بالجدران. يبقى ده الادزوربشن اند كونزرفيشن، وهنا اثبتت لك في دي ان دول برضه سبيسيفيك. ان الهرمونات الجنسيه الانثويه يشيلها الالبوم، انها كتيره محتاجه لالبوم لان هو الاكثر. اما بقيه الهرمونات بتتشال على الجلوبلز، يبقى برضه الموضوع فيه تخصص لسه سبيسيفيك. تاني وظيفه بفر، ومش هعيدها تاني، شرحت الديتيلز اللي مش هيطلبها منك حد. البفر كل بروتينات جسمك بفر. البلازما بروتينز تمثل 15% من البفرنج باور اوف بلاد، ولو سالتني امال 85% مين؟ الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز، لانه اكتر من البلازما بروتينز. ثالث وظيفه سي كابيلاري بيرميابيلتي، وقلتها في عربياتنا البسيطه والتشبيه البسيط، لان احنا زي ما قلت بنتخيل انه هي الدرف بتاعه البورز بتاعه الكابيلاري مصنوعه من البروتينز وال كالسيوم. دي لانها دايناميك ممكن نستخدمها وبعد كده اما ناكل نعمل غيرها، فهي دايت ريزيرف احتياطي الاكل. يبقى نقولها تاني مع بعض. ايه انت هتقول معايا، انا متخيل انك بتقول معايا: ادزوربشن، ادزوربشن ما تغلطش صلح، ادزوربشن اند كونزرفيشن. بي بافر 15% اوف ذا بافرنج باور بلاد. سي كابيلاري بيرميابيلتي. دي دايت ريزيرف. نيجي الاذر سبيسيفيك فانكشن ناخدهم من تحت الاسفل. بروثرومبين اسمه ينطق بوظيفته، برو قاب ثرومبس جالتا اي ان بروتين بلاد كلوتي. فايبرينوجين اسمه ينطق بوظيفته، صانع البروتين الخيطي اللي هو شبكه الجلطه، يبقى بلاد كلوتي. طب ورقمه ده اكبر واحد، يبقى بيخلي البلازما مش عارفه تمشي في الاوعيه لانها لزجه، فهو المسؤول عن البلازما، بلازما فيسكوستي ما تغلطش في الام اس كيو، اللي مسؤول عن البلاد فيسكوستي ار بي سيز، بلازما فيسكوستي فايبرنج. جلوبلينز الجاما جلوبلينز، ثلاث اسئله في الام اس كيو هقولهم، هي الاكثر تركيزا، هي الاكبر حجما، هي الاهم، هي دي الانتي بوديز. طب لو انا من الاوائل على الدفعه، لا مش هكتب زي الكتاب، هزود. البيتا جلوبلينز دي حاجتين، هي دي البلاد كلوتينج فاكتور دي واحده، وهي دي الترانسفيرين حامل الحديد.
طب والالفا جلوبولين هي دي اهم ماده بترفع الضغط، انجيو تنسن، انجيو يعني وعاء وتنشن يعني ضغط، وجن يعني بتعمل انجيو تنسينوجين، الماده المخلقه الانجيو تنسن دي الفا جلوبولين. الالبومين للاوائل هو المسؤول عن الافكتيف او كولويدال او اونكوتيك اوزموتيك بريشر. امال مين مسؤول عن توتال اوزموتيك بريشر؟ كريستالويدز بس موجوده بره وجوه، تبقى ان افكتيف 5000 ما لهمش قيمه بره زي جوه، دول بقى ال 29 اللي فيهم الشفا. يبقى تاني البومين افكتيف او كولويدال او اونكوتيك اوزموتيك بريشر. جلوبلينز اهمهم الجاما جلوبلينز انتي بوديز، فايبرينوجين رقمه لانه اكبر واحد البلازما فيسكوستي واسمه البلاك كلوتينج، بروثرومبين ده البلاك كلوتينج. طيب اذر فانكشن اي بي سي دي، اي ادزوربشن اند كونزرفيشن، بي بافر 15%، سي كابيلاري بيرميابيلتي، دي دايت ريزيرف لان هم دايناميك. Thank you for good listening. أنا متشكر جدا على كل اللي كتبتوه وأثر فيا إلى أقصى درجة، وأقول do my best لكم ولوطننا العزيز إن أنا أقدم أي حاجة with pleasure. ومن يوم ما كنت نائب في القصر العيني يعني أنا تطوعت في بورسعيد في يوم مثل هذا اليوم في 6 أكتوبر، وكنت by the way متجوز بقالي شهور قليلة، ولكن تهون الروح ويهون كل شيء لأجل مصر. و ألقاكم على خير بإذن الله يوم الثلاثاء في هذا الموعد مع الأوتونوميك، وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا، وأشكركم مرة أخرى على وقتكم اللي ادتوني عشان يعني نتواصل مع بعض. شكرا، سلام عليكم.